الجولة الأولى أريدكم أن تصنعوا لي كيكة كبيرة ولذيذة كهذه. كيكة سهل. حسناً صغيرتي، صنعت الكثير من الكيكات. لجعل الكيكة طرية أحتاج إلى الكثير من الكريمة. بعد ذلك أقص الكيك على شكل قلب. التالي هو الزينة. أقوم بتزيين الكيك بشوكولاتة كيت كات ومالتيزرز وام اند ديمز. انظروا كم هي جميلة. أما أنا سأصنع كيكة ذات شكل أكثر غرابة. ستكون كيكتي على شكل قوس قزح. للقيام بذلك علي تقطيعها وقلبها وتلوينها بهذه الكريمة الملونة. الخطوة التالية هي رسم وجه لطيف على الكيكة. المزيد من الكريمة للغيوم البيضاء الجميلة. انظروا إلى هذا الجمال. وأنا أيضا قمت بإعداد قاعدة الكيكة. بعد ذلك أحتاج إلى إذابة الشوكولاتة الوردية وسكبها على هذا القالب الشفاف الخاص. سأضيف رشات لامعة صالحة للأكل هناك أيضاً. والآن لنزيل القالب الشفاف. أعتقد أن النتيجة ستكون أفضل، لكن لا بأس. كم هذا لطيف! أيها الشيف، لقد صنعت كيكة جميلة ومبتكرة ولذيذة للغاية. جدتي، أنت لم تخيبي أملي أيضاً. كعكتك مليئة بالأشياء اللذيذة. والآن كيكة أختي تبدو فوضوية ولا أحب الطعم أبداً، لكنني أعرف من هو الفائز. الشيف. شكراً لك. الآن اصنعوا لي بعض الكاكاو مع المارشميلو. حسناً، لا مشكلة. كاكاو بكل سهولة. عندما كنت طفلة كنت أصنع الكاكاو بانتظام لكيت. لم أنسى كيفية تحضيرها. أسكب الحليب وأضيف إليه القليل من الكاكاو. سيكون طعمه أفضل بهذا الكوب. الكاكاو سهل التحضير، ولكن يمكن تقديمه بطريقة مميزة للغاية. أقوم بتزيين الكاكاو بالكريمة المخفوقة وقطعا صغيرة من المارشميلو. هكذا أفضل بكثير. جادتي، لا تلمسي. على ما يبدو أنا الوحيدة المتبقية. سأقوم بتزيين الكاكاو بالكريمة، لكن هذا ليس كل شيء. سأضع حلوى ام اند ديمز عليها. الجميع يحبها. والآن بسكويت أوريو وشراب الشوكولاتة. وفي النهاية سأضيف أعواد بوكي. هيا بنا. أختي، الكثير من الزينة. لا يبدو الأمر أنيقا جدا، لكن سأتذوق. شهي. الطعم أهم من كل شيء. جدتي صنعت كاكاو عادي، لكن في كوب لطيف جدا. أحبه، لا بأس به. شيف، ماذا صنعت؟ كل شيء أنيق جدا عندك، والطعم رائع. والفائز هو أختي. هاي، نعم. في هذه الجولة أريد شيبس، اصنعوها لي. بالطبع، لن أسمح لأحد بهزيمتي. سوف نرى. أولا علينا تقشير البطاطس بأداة خاصة. انظروا، أنا جدا متطورة جدا. بعد ذلك أحتاج إلى تقطيع البطاطس ووضعها في مقلاة ساخنة مدهونة بالزيت. الأهم هو عدم نسيانهم لكي لا يحترقوا. الآن سأفعل كل شيء بسرعة وببساطة. أقطع البطاطس ثم أضعهم في المقلاة مع الزيت الساخن. وأحمي نفسي بهذا الغطاء. ماذا تفعلين؟ هكذا يمكنك أن تحترقي. بالمناسبة، رقائقي جاهزة بالفعل. سأقوم بإعداد الرقائق من أرغفة الخبز الرقيقة. الجدة لا تعرف ما هي الناتشوز. بالمناسبة، هذا بالضبط ما أحضره. يجب تقطيع الأرغفة إلى مثلثات ويجب قليها جيدا بالزيت. فقط هكذا. الآن أضع كل شيء على الطبق. التالي يأتي الجبن. الناتشوز بدون صلصة جبن ليست ناتشوز. جميل. والآن أسكبهم على الناتشوز. قطعة ليمون.
أوه أنا متعب نوعا ما. هاي ما المضحك هنا؟ هذا ناتشوس وليس تشيبس. أوه البطاطا احترقت كلها، اللعنة. حسنا لا بأس، بعض الناس يحبون البطاطس مقرمشة وسوداء قليلا. سأضيف إليها التوابل لتصبح ألذ. جيد، أتذوق الآن. ليست مثالية ولكن لا بأس. حسنا كيت، هذا لك. شيبسي جاهز. كل شيء يبدو لذيذ. أي أختي صنعت شيئا ليس جميلا أبدا. وليس حتى لذيذ. أو مقزز. أو جدتي صنعت شيبس جميل ومتساوي. سأتذوق. أو لذيذ أيضا. يبدو أن الشيف قد أعد ناتشوس. آه بالضبط، لكنني لا أحبهم أبدا. من الواضح أن جدتي تفوز. أنا مسرورة جدا. هذه المرة أريد معكرونة. تم استلام الطلب. حسنا. هذا مخيف، لم أقم بطهي المعكرونة من قبل. أولا أحتاج إلى طهي السباجيتي. صحيح إنها طويلة جدا بالنسبة لهذه المقلاة. علي إدخالهم تحت الماء. لا الأمر لا ينجح. ربما علي كسرهم. من يفعل ذلك؟ عليك وضعهم فقط هكذا. لا مكان للمعكرونة الجاهزة هنا، يمكنني صنعها بنفسي. الأمر ليس بهذه الصعوبة، كل ما أحتاجه هو عجن العجينة. ولجعل الإسباجيتي أكثر غرابة سأقوم بتلوينها بصبغة سوداء. الآن أحتاج إلى ترك العجينة حتى ترتفع لنضبط المنبه. ماذا تفعلون؟ حسنا معكرونتي السوداء الفاخرة جاهزة. علي طرح العجينة بهذا الشوبك ثم تقطيعها إلى شرائح وسلقها وإلى الطبق. بالمناسبة المعكرونة ستكون مع الأخطبوط، إنه طعم راقي. جدتي ما هذا، كاتشب؟ المعكرونة مع الكاتشب لا طعم لها. إنها لذيذة، الجميع يحبونها. آسفة، المعكرونة خاصتي ملتصقة بالمقلاة. أعتقد أن معكرونتي محترقة. هذا لن يصلح أبدا. عزيزتي لا تستائي. فكرة، هنا يأتي دور المعكرونة سريعة التحضير. دعونا نأمل فقط ألا تكون حارة جدا، وإلا فإن كيت لن تكون محظوظة. هذا فقط فظيع. لكن يبدو لذيذ. شيف أنا آسفة، بالتأكيد لن أجرب هذا، أنا أخاف جدا من الأخطبوط. بالإضافة إلى أنه قاسي جدا، لا أستطيع قضمه. جدتي أنا أحب الإسباجيتي مع الكاتشب. لذيذة جدا. وما هذا أختي؟ هذه نودلز، دعونا نتذوقها. لذيذة لكنها حارة جدا. يا إلهي كان ذلك مضحكا. أختي مبروك الفوز. ماذا؟ هاي أنا فزت. لقد دخلتم إلى التحدي الفني، من يرسم أفضل يحصل على الجائزة. هيا نكتشف ماذا أرادت ستيلا أن تهدي نيك. واو لعبة بوبيت لطيفة على شكل قلب. الجائزة الأولى مذهلة، يمكنكم أن تبدأوا برسم البوبيت. لم يسبق لي أن رسمت بالسكيتلز، يجب أن يكون مشوق. دعونا نفتح العبوة، ولكن أولاً يجب أن أجرب. يا فتيات هذه سكيتلز حقيقية، لذيذة جداً، أنا من محبي هذه الحلوى. الآن ستأكل كل شيء ولن يكون لديك شيء لترسم به. دعني أريك مهاراتي حول كيفية الرسم باستخدام حلوى السكيتلز. هذا سهل، سوف ألعق الحلوى وألصقها على الورق. انظر، حصلت على رسمة رائعة ومشرقة من الحلوى. فقط ألقوا نظرة على هذا القلب الذي صنعته. نيك ما رأيك في رسمتي؟ واو تبدو رائعة. كيف يمكنني أن أرسم بالسكيتلز؟ بالضبط، يمكنني وضع الحلوى في لوحة الألوان.
إذا قمت بترتيب سكيتلز حسب اللون وسكبت القليل من الماء سأحصل على ألوان مائية حقيقية. انظروا. لم أفكر في ذلك حتى. أنا متأكدة أنني سأنجح. يمكنني بالتأكيد رسم قلب لطيف بهذه الألوان. انظروا فقط، لقد حصلت على ألوان ولكن من السكيتلز. مدهش. أنا بالتأكيد بحاجة إلى إضافة المزيد من التفاصيل. ستكون رسمتي أفضل من رسمة آلي. لا تسترق النظر. ستيلا ترسم أفضل مني. سأريكم ما أنا قادرة عليه. كل ما علي فعله هو سكب الماء على رسمتي، وبعدها ستعطي الحلوى لوناً وسيصبح قلبي ملون. أصبح الماء متعدد الألوان. كل ما تبقى هو دهن كل شيء بفرشاة. ما رأيكم بتحفتي؟ هل أنت متأكدة أنها تحفة؟ إنها أشبه ببركة ملونة. أنا أحب أكل السكيتلز لكنهم انتهوا. لم أرسم أي شيء وما زلت جائعاً. إيلي شاركيني. لقد وسختيني. حسناً حسناً. هذا مهدئ للأعصاب. ماذا؟ انتهى الوقت يا رفاق، توقفوا، أظهروا عملكم. يا إلهي نيك، لم ترسم أي شيء، رهيب. ماذا عن إيلي؟ قررت أن تصنع الأوريغامي لكنني طلبت رسمة. هذا سيء. ماذا لدى ستيلا؟ واو، ما أجمل هذا القلب. ويا لها من ألوان زاهية. رسمك بالتأكيد يستحق الجائزة. هذا أنت جميلة، البوب إيت لك. هاي، أنا سعيدة جدا. يمكنني اللعب عليه إلى الأبد. لكن انتظروا، هذا كان مقدرا لنيك. هذا لك، أردت أن أخبرك أنني معجبة بك. شكرا ستيلا، أنت رائعة. هاي نيك، توقف عن ذلك. أنت أيضا رائعة. لدي جائزة أخرى لكم. آلة العلك هذه أتعجبكم؟ إنها لذيذة جداً. عليكم بالتأكيد أن تتنافسوا. لديكم وقت محدد وهذه المرة لن تضطروا إلى الرسم. عليكم أن تجمعوا اللغز. الوقت يمضي. يا فتيات، أنا محترف في تجميع الألغاز. لا تحلموا حتى في التغلب علي. هذا جزء هنا وهذا هنا. ممتاز. واو، نيك يركب اللغز بسرعة. لكن لدي فكرة، يمكنني أن أخذ كل قطع اللغز منه. دعونا نرى كيف سيفوز. اللغز. لا أحد يحب المحتالين. سأكمل اللغز بشكل سريع وأتناول الحلوى مع نيك. اللغز سهل جدا، يمكنني حله بثوان. القطعة الأخيرة هنا. لقد فعلتها بسرعة. ستيلا المغرورة، يمكنني حتى أن أفسد لغزك أيضا. وهكذا سأكون أنا الفائزة. دعونا نذوبه قليلا. ممتاز. لا، لقد خربت كل شيء. نيك انظر. إيلي أفسدت اللغز خاصتك أيضا. إيلي لن تفوزي. سأكمل اللغز وسأفوز. كم أنا متعبة من انتظار أعمالكم. الوقت انتهى، أروني. هذه بالتأكيد لا تشبه آلة العلك. رهيب. ماذا عن ستيلا؟ هذا ليس حتى لغز. ماذا حدث له؟ لا أفهم. حسناً، ماذا عن إيلي؟ واو، إيلي، أنت الوحيدة الذي أكملت اللغز. أحسنتي. آلة العلك لك، تفضلي. واو، هذه آلة علك حقيقية. مذهل، أريد أن أتذوقها بسرعة. يا لها من كرة جميلة ولذيذة أيضا. أريد المزيد. أريد كل العلك دفعة واحدة. واو، لذيذ. ربما سأحاول نفخ فقاعة ضخمة. ما رأيكم بهذه؟ تبدو مذهلة. ستكون مذهلة أكثر عندما تنفجر. هذه الإبرة الحادة يجب أن تفي بالغرض. مضحك جدا. العلك على وجهك تليق بك يا إيلي. أنا خايفة. لا، شعري وحجبي. لا، انظر، أنا وحش. علي عادة كل شيء. فكرة مضحكة ليك. يا له من قرف. لقد استعدت شعري وحتى حجبي. أيها الطلاب، أنتم بالفعل هنا. كنت أقيس جائزتكم. هذه المرة ستكون التاج. جميل جدا. سأفوز بهذا التاج من أجل ستيلا فقط لأنها أميرتي. ستكون الأجمل. نيك.
تحلمي حتى هذا لي؟ ماذا علي أن أفعل للفوز بالتاج؟ سوف ترسمون بمستحضرات التجميل؟ هيا بنا نبدأ، الوقت يمضي. أنا أحب مستحضرات التجميل، سيكون أسهل انتصار لي. أنا أقوم بوضع المكياج كل يوم، لذلك رسم تصميم على الورق باستخدام المكياج سهل. سوف أستخدم هذه الظلال اللامعة الجميلة. أوه، هذا يليق بي. الرسم بالمكياج، أول مرة أرى هذا. قلم كاحل، بمساعدته سأحصل بالتأكيد على رسمة رائعة. أحتاج فقط إلى رسم التاج. هكذا. أوه، لدي قلم مثله أيضاً. سأحاول أيضاً رسم التاج. أوه، هذا بسيط جداً. الرسم بالمكياج سهل للغاية. أرى أن ستيلا تحب رسماتي. هذا جيد بالفعل. ماذا تفعل إيلي؟ يا له من مكياج جميل وضعته لنفسي. ماذا؟ بدأتم بالفعل برسم تيجان؟ انتهى الأمر، حان دوري للفوز الآن. أنا بحاجة إلى صرف انتباهكم قليلاً. نيك، انظر إلي. أوي، ما هذا بأنفي أتشو؟ لا، دمرت رسم ستيلا. لا تقلقي، سأصلح كل شيء. لحظة. لا، لا تلمس، لقد دمرت كل شيء. كيف سأصلح الأمر؟ بالضبط، ستيلا سأعطيك رسمتي، يجب أن تفوزي. الحب الحب، حان الوقت لي لرسم التاج. يمكنني أن أصنع فن الأوريغامي. هذه الورقة ستصبح تاجاً ورقياً لطيفاً. لا يشبه التاج، لكنني سأحاول. حان الوقت لتلوين الرسمة. لدي أحمر شفاه أرجواني، بمساعدته سألون كل شيء بسرعة. واو، جميل، لكن كان بإمكاني أن أفعل ما هو أفضل. أنا أريد أن أصنع تاجاً باستخدام اثنين من أحمر الشفاه. سيكون تاجاً جميلاً. سأفعل ذلك أسرع إذا قمت بالرسم بكلتا يدي. كل ما تبقى هو تلوين كل التفاصيل وكل شيء سيكون جاهز. دعونا نضيف اللمسات الأخيرة. ألون هذه الألماسات. ماذا بعد؟ بالضبط، البريق واللمعان. التاج يجب أن يلمع. أيها اللمعان، افعل ما هو مطلوب. لا تحلموا أن تهزمونني. أوه، انتهى الوقت، حان الوقت لإظهار أعمالكم. بمن سنبدأ؟ تاج ستيلا ملطخ جدا، أنا لا أحبه. ماذا عنك؟ أوه، هذا يبدو قليلا مثل التاج، لكنني طلبت رسمة. ماذا فعلت إيلي؟ واو، جميل جدا. إيلي، لقد رسمت تاجا جميلا بشكل لا يصدق. فعلتيها، أنت بالتأكيد تستحق التاج. واو، هذا غير متوقع. هذا أميري مع باقة وردة لطيفة. يا إلهي، هذا مخيف. إلا أن أنت ذاهبة أيتها الأميرة. أنت هي أميرتي، لدي تاج ورقي لك. إنه جميل، شكرا لك نيك. هذه لك أيضا، أنت تستحق هذه الباقة. ابتعد عني أيها الوحش. أين الجائزة الأخيرة؟ غريب، أين وضعتها؟ لقد نسيت. سأتذكر الآن، انتظروا. بالضبط، تحت قبعتي، لقد تركتها هناك. إنه خاتم ألماسي، تعرفون القواعد، من يرسمه أفضل يحصل عليه. نيك توقف عن الشرود، أنا في انتظار أجمل الرسومات. يا له من خاتم مذهل. أوبس، بدأ الوقت. هذه المرة لدينا ألواح مغناطيسية، يمكنني بالتأكيد التعامل معها. لقد أمضيت طفولتي بأكملها في الرسم على هذا اللوح. الفوز بجيبتي. أحتاج إلى الرسم بسرعة حتى أسبق إيلي. رسوماتي ستكون بالتأكيد أكثر جمالاً. ماذا تفعل إيلي؟ واو، يا له من رسم جميل. أريد أن أرسم مثله بالضبط، لكنني بالتأكيد لن أتمكن، وهكذا لن أفوز بالخاتم. سأحل الموضوع. إيلي، انظري هناك. ممتاز، كان هناك رسم والآن لا شيء. حاولي الرسم مجددا، ولكن بقلم خشبي عادي. ماذا حدث؟ أين رسمتي المثالية؟ أحتاج إلى إعادة كل شيء. لماذا لا يرسم؟ هذا قلم حقيقي. نيك، هل فعلت ذلك؟ لم أفعل أي شيء، أنا أرسم رسمتي.
حسناً، سوف أتخلص من رسمك الآن. هل يعجبك ذلك؟ لقد مسحت رسمتي، كان يجب أن أفوز. الآن كيف سأزيل هذا المغناطيس؟ لا أستطيع، لقد تعلق بجدة باللوح. إيلي، لقد دمرت كل شيء، أنا بحاجة للتوصل لحل. بالضبط ستيلا، أعيديني هذا، علي الرسم أفضل من إيلي. لا تأمل حتى. لقد وصل الوقت إلى نهايته، أظهر أعمالكم الآن. ستيلا، ليس لديك شيء، هذا مرعب. وماذا رسمت إيلي؟ هذا ممتع للغاية. ماذا لدى نيك؟ واو، جميل، لقد رسمتم خواتم جميلة جدا. إذا سأختار الفائز فقط عن طريق القرعة. نيك يفوز. لديك أجمل رسمة، بالتأكيد تستحق هذه الجائزة، تفضل. شكرا. ستيلا، أحضرت لك هذا الخاتم، أنت أميرتي، أريد أن أقدم لك هذا الخاتم الألماسي حتى تعلمي دائما أنني أحبك أنت فقط. كم هذا لطيف، أنا سعيدة جدا يا نيك، هذا الخاتم يليق بي كثيرا. لماذا لم أحصل على الخاتم؟ لنكتشف ماذا تريد طفلتنا إما. إنها جائعة جدا وتريد برجر، هيا بنا نطهي البرجر. أحتاج إلى خبزة، علي تحميصها في المقلاة، والآن نصنع شريحة لحم لذيذة من اللحم الطازج. أشكل مثل هذه الكرة وأضعها في الزيت وأضغط عليها، أضعها على الخبزة، فوقها بعض الجبن، طماطم، شريحة بصل، وأغطي كل شيء بخبزة. جيد جدا، والآن أنا أيضا سأصنع البرجر. لا أريد الخبز، لا أحتاجهم، أريد صنع برجر من الدونات، سيكون لذيذ للغاية. أقطع الدونات إلى نصفين وأضع الشوكولاتة اللذيذة في الداخل، أصب بعض جيل الحمض في الأعلى، أضيف المارشميلو الملون، وأضع أشرطة مارميلاد على شكل قوس قزح، شراب الفراولة في الأعلى، وأضع نصف الدونات وجاهز. وينزدي، انظري إلى برجر إينيد. آسفة، قطعتك عن العمل. برجر إينيد يبدو مشرقا جدا، أنا سأصنع برجرا أسود. لدي خبز خاص، وقليت شريحة اللحم، والآن سأصنع ديكورا صغير للبرجر. لا أريده أن يكون جبان، سيكون لديه أسنان ولسان وعينين أيضا. شيء، أحضر لي عيون المارميلاد من إينيد لنضعها على البرجر. لا تقترب من حفيدتي أيها الوحش. جدتي، إنه شيء، صديق وينزدي. أحسنت عملا شيء، أحضرت العيون وبقيت على قيد الحياة، كل ما علي فعله تعليق العيون وكل شيء جاهز. وينزدي، برجرك مخيف، أنا أحبه. تفضلي. كل شيء يبدو لذيذ، لكن هذا البرجر يبدو قبيحا جدا، بالتأكيد وينزدي صنعت. لذيذ، وماذا يوجد هنا؟ يبدو اعتيادي، سوف أتذوقه. هل هذا بصل مقرف؟ ماذا يوجد هنا؟ واو، هذا برجر حلو من الدونات وبعض المارميلاد اللذيذ، يعجبني. والآن علي اختيار أي برجر سيفوز، وأنا أختار وينزدي. علي تذوق عيون المارميلاد هذه. هذا جميل، أملي أحبت البرجر خاصتي. حجر ورق مقص، لقد قصت مجددا مرة أخرى. حقا؟ شيء، تعال إلي. هاي، ابتعد عن رأسي، هل أنتم مستعدون؟ أريد كاكاو، اصنعوا أشهى كاكاو على الإطلاق. الكاكاو سهل التحضير كثيرا، أحتاج فقط إلى الكاكاو والحليب، أخلطهم في قدر وأحركهم على النار، وأضيف إليهم بعض الشوكولاتة. عندما تذوب الشوكولاتة يمكنني صب الكاكاو في كوب. هل تحبون كوبي؟ حفيدتي أهدتني إياه. انتهيت؟ ماذا تفعل وينزدي؟ لا يهم. ماذا أريد أن أفعل؟ بالضبط، أريد أن أصنع الكاكاو من الشوكولاتة.
هذا لذيذ للغاية. أضع الشوكولاتة في الطنجرة وأضيف إليها السكر. حسناً جدتي رشة صغيرة. حفيدتي أحسنتي. بينما هي لا تنظر سأضع كل شيء. ممتاز. أوبس جدتي، لقد سقط السكر من تلقاء نفسه. حسناً، والآن أصب بعض الحليب. القليل من الصبغة. واو، هذا جميل للغاية. أحرك كل شيء جيداً. وهنا لدي كريمة وهي زرقاء. لذيذة. أضعها على حواف زجاجة. القليل من الحبيبات الملونة. أصب الكاكاو الوردي. والآن أضيف الكريمة المخفوقة. هذا الشهي. وفوق الكريمة أضيف المارشميلو في الأعلى. أليس رائعاً؟ وهنا يأتي قوس قزح ووحيد القرن. اللمسة الأخيرة أنبوب وعليه قوس قزح. كم هذا لطيف. هذا الكاكاو يبدو وكأنه تقيؤ وحيد القرن. الآن سأريكم شكل الكاكاو الحقيقي. أحتاج هذه الزجاجة. جدتي، أسكب الشوكولاتة وأضيف الكريمة المخفوقة. الكثير من شراب الفراولة لأنه يذكرنا بي. حسناً، لن أقول ماذا. الآن لنضيف الديدان. بالطبع المارميلادية. الأنبوب وانتهيت. تفضلي. واو، كل شيء يبدو لذيذ جداً. من أين يجب أن أبدأ؟ ربما من هذا الكاكاو اللطيف. إنه شهي. والآن سأتذوق هذا. واو، كاكاو جدتي لذيذ للغاية. على الرحب والسعة. وما هذا؟ الزجاجة مخيفة. وهناك بعض الديدان. هذا فظيع. علي تذوق الكاكاو. ليس سيئا. والآن الفائزة هي أنيد. هاي، أنا ربحت. كنت أعلم أنني الأفضل. واو، التحدي ممتع للغاية. الآن أريد بطاطس مقلية. أتوقع ألذ بطاطس في العالم. أحتاج أولاً إلى تقشير البطاطس. أعطني هذه القشارة. حسناً، سأخذ هذه. أنا سأقشر البطاطس باستخدام المثقب. رأيت هذه الحيلة على تيك توك. آسفة. أنيت، شاركيني بعض البطاطس المقشرة. دعيني أخرجهم. هيا. هنا أخرجتها. شكراً جدتي، والآن سأقطعهم إلى أعواد متموجة وأضيف إليهم بعض الألوان. إنها ألوان قوس قزح. ما رأيكم بهذا؟ أحتاج إلى قليهم بالزيت الآن. الآن أضيف الزيت وأرسل البطاطس للقلي. رائع، تبدو أنها ناضجة بالفعل. إنها ملونة وحارة جداً. أضعهم بشكل جميل على الطبق مثل قوس قزح. البطاطس خاصتي ناضجة بالفعل. حان الوقت لإخراجها. إنها لذيذة جداً. حسناً، سأتوقف عن الأكل. أضع كل شيء في هذه السلة وأسكب القليل من الكاتشب. الكاتشب يجعل البطاطس ألذ. جميل. شكراً أنيت. أجد الطباخة. وينزدي، كيف حالك؟ أحوالي جيدة بشكل فظيع. قمت بالفعل بطهي البطاطس، لكن لا يمكن تقديمهم بهذه الطريقة. أحتاج إلى تلوينهم باللون الأسود. لم أرى أين تتجه البخاخة. جدتي، لا تقلقي، هذا طلاء فقط. أرأيتي، لقد اختفى. الآن المحاولة الثانية لتلوين البطاطس. جيد. الآن أسكب الكاتشب وكل شيء جاهز. البطاطس السوداء جاهزة للأكل. واو، وينزدي، تبدو البطاطس رائعة. أحسنت عملا، أنا سعيدة للغاية. تفضلي إيميلي. ما هذا؟ بطاطس محروقة؟ حسنا، علي تذوقها. إنها ليست محروقة. دعوني أتذوقها مع الصلصة. هذا لذيذ. إنها لذيذة جدا، لا أستطيع التوقف. لنرى ماذا ينتظرني بعد ذلك. هذه البطاطس تبدو اعتيادية. لذيذة مثل بطاطس ماكدونالدز.
دعونا نسكب الكاتشب عليها ونجربها هكذا بدون أيدي. إنها شهية جدا. تباقت بطاطس إند المقلية. إنها ملونة للغاية وشهية أيضا. أنا ممتلئة. إيميلي كيف حالك؟ أنا بخير. جدتي توقفي. جدتي يمكنك اللعب بشعري؟ إذا صغيرتنا تريد الفطائر. أعد لها بعض الفطائر اللذيذة. الجميع مستعدون؟ عظيم. إذا هيا بنا نبدأ. أوه جدتي كوني حذرة. لا يزال يتعين عليك طهي الفطائر. الفطائر هي الطبق المميز. الآن سأقوم بقلي كومة من الفطائر اللذيذة. أسكب هذه المغرفة على المقلاة لأشكل أول فطيرة. والآن إلى الطبق. سأقوم أيضا بطهي فطائر لذيذة بشكل فظيع، لكن سأفعل شيئا بهذه العجينة. شيء، أعطني بعض الصبغة. دعونا نلون العجينة باللون الأسود. هكذا تبدو أكثر شهية. إيميلي بالتأكيد سوف تحبها. الآن أقلبها. أها جاهزة، أضعها في الطبق. انتهينا. هذا جميل، لكنني أريد شيء مشرق أكثر. سوف أرسم يونيكورن. أبدأ بالخطوط العريضة أولاً، وبعد ذلك أملأ كل شيء بالألوان المشرقة. وها هي العجينة الملونة. واو، يا لها من ألوان زاهية. والآن أقلب الفطيرة. أوه هذا جميل للغاية. إيند أنت ذكية جداً. شكراً جدتي. فطائري جاهزة أيضاً. والآن أضيف بعض شراب القيقب الحلو. لذيذ. جيد، بعض الزبدة. أوه جدتي هذا مذهل. أعلم عزيزتي. أوه لا أحد يعرف أن الطعم الأسود هو الأفضل. أضيف شراب الفراولة وزوجين من العناكب. والآن كل شيء جاهز. واو، فطائر مع عناكب. علي إزالتها الآن. والآن سوف أتذوق. ليس سيئا. وهنا لا أحتاج إلى الزبدة. دعوني أجرب الفطيرة. لذيذة. وماذا يوجد هنا؟ واو يونيكورن، إنه جميل ولذيذ أيضا. أنا أعرف من الفائزة، إنها إيند. ماذا؟ لقد فزت مجددا. هاي رائع.